هواتي اليوم غادي نبدا معكم واحد البراسلي. كنت صاوبت واحد البراسلي وحطيته في القناه ولكن بالغلط مسحته. المهم انا غندير لكم بحال الطريقه ديالته، نتمنى يعجبكم. غناخذوا هذا لاستيك، هذا راه صحيح ومتين كما تيبان لكم هكا 0.8، وغنحتاجو العقيق. العقيق اللي عندكم هي اللولي هي الزمرد اللي عندكم. غنحتاجو هاد الفواصل بحال هكا، لقيتو بحال الفواصل خدمو بهم، ما لقيتوش خدمو بهذوك الماسات اللي كنت خدمت بهم من قبل، وهاد الفواصل الاخرين اللي كنديرهم ما بين العقيقات والعقيقات. هما في هذا الشكل، هما كاينين صغيورين، وكاين واحد الشكل اخر هنايا نشوف الا لقيتو لكم في هاد الماء هنايا. هو بحال هذا، حتى هي هادي كبر من هادي، شتو؟ على بركه الله غنبداو. غناخدو نحتاجو المقص طبعا، غنحتاجو هاد لاستيك هو كيما قلنا. غناخدو العبار القياس نتاعنا يدينا هكا وكنقطعو. انا ديجا قطعتو، ها هما عندي قطعتهم، هما ثلاثه كلهم قد قد على قياس تاع يديا، وغادي نخدم معكم ان شاء الله. غادي ناخذ هاد الفاصل هذا هذا الصغير، غادي نديرو هنا يعني الحد اللي هنايا، شوف. وغادي نديرو عقيقه الشكل اللي بغيتو. غادي نسبق هاد البيج، ديروا جوج الالوان باش يجيكم براسلي مزيان. وغنديروا عاوتاني عقيقه هاد فاصل اخر، شكي بهذا الشكل. هاد الطريقه يعني هذا تيشوف هنا والاخر تيشوف بيشوف في العقيقه عاوتاني. غندير أربعة العقيقات، ما باش ندير بجوجهم كيشوفوا في نفس الاتجاه، ولكن بيت كل واحد يشوف كلهم اتجاه واحد. كاين الاخرين تدينو العقيقات في نفس الاتجاه، باش نغيرو الشكل. نتمنى يعجبكم، تصاوبوا الوليدات بنياتكم ليكم، ما تحتاجش الوقت بزاف، غير يكون عندكم المواد الخام انتما. على هذا الشكل تيجيو، وغادي ناخذوا الفاصل اللي قلت لكم عليه، هو فيه ثلاث العوينات. كيجي شكل راقي وزوين. غادي ندير لكم حلقات حتى هما باش يجيو يواتيو هذا البراسلي. نسيت واحد ما زدتش واحد الفاصل هنا باش يجي الشكل هو هذاك. غنسد به هادي، بنسد بها هكا بحال هاد الشكل هانتوما، شوف. وغادي نديرو ندير وحده صغيرة، نحيدها من هنا وندير وحده صغيرة باش تجي مواتية مع العقيقات. هكا عاد نديرو هاد الفاصل، هانتوما شوف. وندير فاصل اخر وندارو هاد اللون هذا، ناخدو فاصل اخر وندير عقيقه
وناخذ فاصل اخر وندير رقيقه ونديرو فاصل اخر ندير رقيقه عاد فاصل اللي بيسد ليا على هاد الشكل هون شتو غادي ندير فاصل اخر هنا وندير البيج ولا نقدر ندير غير هاد المارو هاد المارو نديرو هنا وندير البيج لهاد الشكل يعني غنخدم معكم وتشوفوا النتيجه من بعد ما ساليت هاد الجزء الاول كما تبان لكم غادي نعقدو ونزيدو عليه واحد الفاصل من هنا باش يجي على هاد الشكل هاد الطريقة شتو وغادي نجي نعقدو نعقدو العقدة الأولى هكا عاد كندير العقدة الثانية كما تبالكم وكنزير هكا ما تخافوش راه ما غاديش يتقطع نهائيا ونزيدو العقدة الثالثة بهذه الطريقة شوف غادي نقطع هذا الفائض مزيان مزيان غادي ندخلو هنايا هاد العقدة هي دخلتها هنايا دخلتها فهاد الفاصل ونقطع صافي هاكا غادي نجي نجي بلاستيك تاني ونقلو على العقدة يعني من الجزء الأول غادي ندخل هنايا كما تبانلكم غادي نقلبو على ظهرو ياك غادي نبداو نخدمو نديرو فاصل رقيقة في البيج فاصل رقيقة فاصل ندير بعض العقيقات وبعض الفواصل في كل لون بهذه الطريقة يعني كتعود نفس المرحلة كتعود وكنديرو فاصل الجهة المقابلة هاكا كندخلوها مع هاد العوينة شتو كتدخل في العوينة الأخرى بهذه الطريقة ما هي كنجيبو فاصل رقيقة فاصل لا سمحوا لي اخوات نختاروا اللون الاخر هذا البني فاصل دقيقه
التفاصيل. دقيقة تفاصيل تاني. هاد الحقيقة الرابعة ونديرو فاصل في الجهة المقابلة. غادي ندخلو في هاد الفاصل الكبير يعني غادي نعاود غادي ندير نفس العقيقات هنا ندير هادو هنايا كما تيبان لكم اهو شتو غايجي هنا عقيقات وفواصل عقيقه فواصل وغنعقد كي بحال المره الثانيه وغادي نوريكم الدور الثاني ويبقى لينا الدور الثالث من بعد ما كملنا الدور الثاني كما تيبان لكم هو انا بديت انا في الدور الثالث والاخير غنديروا نفس العقيقات اللي درت في الاول نستمر معهم. دابا انا بديت كما تيبان لكم شتو سهل وبسيط تمنى تستافدوا منه. اختاروا الالوان اللي ترتاحوا فيها وما مكلفش يعني الا خديتو القياس نتاع العقيق 5 دراهم 10 دراهم وهاد الفواصل بلاستيك تقدروا تاخدو بالعبار تقدروا تشرو هذا الرولو كاملو ولكن تيطلع بثمن رخيص مقارنة مع داك اللي كيتباع وتتعرفوا وحطيتو فيه اللمسه نتاعتكم يعني كتعرفوا اش خدمتو. كما ندير لكم نزيدو فاصل صافا كندخلو في هاد اللوينات ديال الفاصل الكبير بهاد الطريقة يعني هانتوما شتو بهاد الطريقة غادي نزيدو هاد الدور التالت نكملو خدوا هاد اللون فاصل الا ما بغيتيش تعمرو بهاد الفواصل الصغار انا تعجبني هاد هكا هاد الشكل وبغيت انا نصوبو معكم غندخلو عاوتاني هاد اللوينات يبقاو في هاد الفاصل الكبير
نتوما. غادي نستمر نكمل هنايا ونوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله اخواتي. من بعد ما كما تبان لكم نتوما هذا الدخل تاعو، بعد ما كملت هذه الادوار عقدت عاوتاني ودخلتها كما تبان لكم هي دخلتها في هذه العوينه. صافي غادي نقطع هذه النتيجه النهائيه البراسلين تاعنا. نتمنى يعجبكم. تيجي مرخي ولاستيك مزيان ممتاز. انتما راه غليظ وسميك شتو جوج الالوان حتى واحد المنظر. نتمنى يعجبكم.